طبعا هذه الفيلو اود اصدار جديد، طبعا من حماس نسيت اصورها هي بالبوكس، فكنت رايح اصورها هي بالبوكس واطلعها. طبعا اصدار جديد تغير فيه عدة اشياء حلوة مرة، فراح اتكلم عنها السنوات الجاية. المزايا الحلوة، لها بصارية 900 جرام حسب رغبة الشخص البني اللي بيحطه، سابقا كان تقريبا 70 او 80، حاليا صار حتى فيه نزول البن صار فيه افضل واسرع. وعندك بعد الترس مقاسه 64، فمثبت بشكل عمودي يعني يضمن لك تناسق واداء دقة عالية بالطحن. طبعا الميزة الحلوة بعد اللي صار فيها، صار الدرين ناعم فيها في الاصدار هذا، فصار يوضع الحلاوة وصفاوة القهوة بشكل أفضل. فبنجرب الحين عليها ونشوف النتائج ونشوف درجات الطحن كيف فيها. طبعا بنجرب القهوة الزينة هذه دانييلو سلزار، طبعا مجفف توت بيري ليمون رمان، فبنجربها عليها الحين نشوف كيف. طبعا حطيت 18 جرام، وبنجربها الحين وبنعم الطحنة، بجربها على 3 نشوف الحين كيف. وطبعا الميزة الحلوة ان هي بتوقف على الطحن، هذه ميزتها مرة حلوة. طبعا زي ما تعرفين صار فيها كهرباء ساكنة، فافضل شيء عشان البن ما يصير فيها تناثر او شيء. فهذه طحنتها على رقم 3، فشوفها مناسبة. طبعا الحرارة بخليها 93 دامني مناعم الطحنة، خصوصا راح تبرز الحلاوة فاكهة القهوة راح تصير أوضح معي، فبنشوف الحين. طبعا الحين بنضيف البن ونجرب، بحضر على 4 صبات على ريشو 15، فنشوف الحين كيف. طبعا هذه آخر صبة، وصلنا 270 تقريبا 3 دقائق. فبالنسبة لي أنا ما أحب أرجع البريق عشان ما يبدأ يسخن كل شوي، فأنا أفضل خلاص كان على 93 فمخليه معي برا أفضل، لأن عشان ما يتغير معي ويصير على درجة حرارة ثابتة 93، فبيصير بيبرد معي ويصير أفضل. طيب هذا كوبنا بعد ما خلصنا ذكسه، لمانة شي حلو، فأعطاني كوب مختلف غير حلاوة وحمضية. توت بري أهم شي، التوت بري ذا في دانييلو، فلما أنا نتائج حلوة. طبعا باقي التجارب راح يكون عليها، وراح نناعم زيادة بنجرب في الفي 60، وتنفع بعد كذلك الأيروبريس، فبنجرب. هذه ما هي التجربة الأولى، وباقي ثانية وثالثة وبنجرب فيها، وبنجرب محاصيل بعد باقي. بس دانييلو كوب صراحة مرة حلو. طبعا هذا اللون الأبيض لما أنا شي فخم، لونها جبار. هذا الأسود اللي نفسي صورناه،